صباح الخير مشاهدي برنامج صباح قهوة إلى نشرة جوية جديدة. طقس معتاد نهارا على معظم الأنحاء، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وننتقل إلى أحوال الطقس في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 26 والصغرى 16 والجو غائم جزئيا نهارا وصافي ليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 23 والصغرى 18 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وصافية ليلا. أما في بورسعيد تسجل الكبرى 23 والصغرى 19 والجو غائم جزئيا نهارا وليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 26 والصغرى 14 والأجواء صافية طوال الوقت. أما عن المنيا فتسجل الكبرى 26 والصغرى 14 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 27 والصغرى 20 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما عن أسوان وتسجل الكبرى 29 والصغرى 16 والجو صافي طوال اليوم. وفي الأقصر تسجل الكبرى 29 والصغرى 15 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما عن حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 29 والصغرى 20. وننتقل إلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 26 والصغرى 17. وفي دمشق تسجل الكبرى 23 والصغرى 8. أما عن الرياض تسجل الكبرى 32 والصغرى 18. وفي أبو ظبي تسجل الكبرى 32 والصغرى 25. أما عن الجزائر تسجل الكبرى 28 والصغرى 15. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 19 والصغرى 10. وبذلك مشاهدينا انتهت نشرتنا وإلى اللقاء.